استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني عباس عراقجي في الرياض لبحث تطورات في المنطقة، وتأتي زيارة عراقجي في مستهل جولة إقليمية، ووفق وسائل أعلام إيرانية تهدف زيارة عراقجي للشرق أوسطية لمناقشة القضايا الإقليمية والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة ولبنان. والمزيد حول زيارة عراقجي معي من الرياض مراسل الشرق أحمد الغامدي. أهلا بك معنا أحمد. أحمد، حدثنا عن زيارة عراقجي والملفات التي بحثها مع الأمير فيصل بن فرحان. أهلا عبد الرحمن ومساء الخير. نعم، التقى وزير الخارجية السعودي هنا في الرياض نظيره الإيراني الذي يبدأ جولة إقليمية كانت وجهته الأولى هي الرياض. هذه الزيارة عبد الرحمن مطروح على طاولة النقاش ما بين الوزيران العديد من الملفات، وعلى رأسها ما تشهده المنطقة من حالة التصعيد الخطيرة، حيث تهدف الرياض وأيضا عراقجي من خلال زيارته هذه كما أوضحت الخارجية الإيرانية إلى بحث كافة السبل الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وكذلك لبنان، وأيضا بحث والتشاور فيما بين البلدين في الجانب السياسي والدبلوماسي الذي تلهجه الرياض للوصول إلى حل يفضي إلى وقف هذه الحرب، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الهامة والتي هي تشمل قيام الدولة الفلسطينية من خلال التحالف الدولي الذي كان دعت إليه الرياض في الأمم المتحدة. لذلك هذه الزيارة هي مهمة من ناحية المواضيع التي تشهدها المنطقة وتناقشها في خلال هذه الزيارة عبد الرحمن. طيب أحمد، هذه الزيارة أيضا تأتي في سياق ما يحدث الآن من تهديدات إسرائيلية باستهداف إيران وانتظار هذا الرد الإسرائيلي الذي كما يعني تتناول بعض وسائل الإعلام أنه بات وشيكا. نعم عبد الرحمن، كما ذكرت لك يأتي وزير الخارجية الإيراني إلى المنطقة وإلى الرياض لبحث السبل الدبلوماسية. هنا إيران تتحدث عن الدبلوماسية لنزع فتيل التصعيد التي تشهده المنطقة، لذلك هذه المباحثات مع الثقل في المنطقة والتي تشكله المملكة العربية السعودية هو يهدف إلى تشاور فيما يخص وقف هذا التصعيد ونزع فتيل هذا التصعيد للخروج من هذه الأزمة وعدم تفاقمها وتوسعها وانتشارها إلى مناطق أخرى. لذلك هذا ما دعت إليه الرياض منذ بداية هذه الأزمة وهذه الحرب منذ أكثر من عام، إلى المخاطر المترتبة على التصعيد في المنطقة والتوسع وانتشار رقعة الصراع إلى مناطق أخرى. لذلك هذا الحوار وهذا النقاش الذي يجري اليوم في الرياض ومن بعد ذلك في بقية الدول التي يزورها عراقجي هو يهدف في المقام الأول إلى الدور الدبلوماسي لاحتواء الموقف. لذلك نحن عبد الرحمن بانتظار ما يرشح عن هذا الاجتماع من خلال البيان الذي سوف يصدر عن الخارجية السعودية خلال اللحظات القادمة عبد الرحمن. شكرا لك من الرياض مراسل الشرق أحمد الغامدي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل رفضت الإفصاح عن خططها حول الرد على إيران، وأوضحت الصحيفة أن حكومة نتنياهو رفضت الكشف لإدارة بايدن عن تفاصيل ردها المحتمل على إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تأمل أن يكون لديها مزيد من التفاصيل حول الضربة. ورجحت الصحيفة ألا تستهدف الضربات الإسرائيلية المنشآت النووية أو النفطية، مضيفة أن وزير الدفاع الأمريكي سأل نظيره الإسرائيلي بعد اغتيال نصر الله عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تبقى وحيدة. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط الرد الإسرائيلي على إيران. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن بايدن ونتنياهو سيتناقشان خلال ما وصفوها بالمكالمة الحاسمة للحرب، سيناقشان أيضا الحرب في لبنان وغزة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تسعى لوضع حدود لرد إسرائيل والتأكد من أن ضربتها موزونة ومتناسبة. من النصرة معي عبر سكايب السيد نظير مجلي الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا سيد نظير. سيد نظير، عطفا على ما ذكره تقرير وول ستريت جورنال، لماذا رفض نتنياهو إطلاع بايدن على تفاصيل خططه بشأن الرد على إيران؟ مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. نتنياهو يعني يتخذ موقفا سلبيا من الإدارة الأمريكية، ويعرف أن أي اقتراح سيقدمه سوف يعارض سيواجه بالمعارضة، ويعرف أيضا أن الجيش الإسرائيلي من خلال علاقاته الحميمة مع الجيش الأمريكي وكونهما في إطار واحد في السنتكوم، وكذلك الحوار قناة الحوار الغنية والمتواصلة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي أوستن، والذين تكلما معا 100 مرة منذ بداية الحرب حتى اليوم، يعني يوجد بينهما قنوات واضحة وصراحة، ونتنياهو ليس راضيا عن ذلك، ولهذا يحاول أن ينتظر حتى يتبين أن الجيش ووزير الدفاع أبلغا الأمريكيين وأخذ الأمريكيون موقفا منه، وهو يعتقد أن الإسرائيليين والعسكريين الإسرائيليين يعني سربوا هذه المعلومة للولايات المتحدة، ولذلك بدأنا نرى تصريحات أمريكية تقول لا لضرب المنشآت النووية، لا لضرب النفط وغير ذلك. فهذه المواقف بنيت على معرفة، ونتنياهو لديه حرب شخصية يخوضها ويدخلها في كل شيء، حرب شخصية مع جالانت، حرب شخصية مع قيادة الجيش، كذلك مع الإدارة الأمريكية، وكلها بالأساس حسابات شخصية تصل إلى درجة في بعض الأحيان تعتبر صبيانية، مثل القول لن يسافر وزير الدفاع إلى واشنطن إلا إذا كلمني بايدن، يعني معركة على المصالح وعلى حيز النفوذ في داخل إسرائيل بالأساس. طيب سيد نظير، يعني سواء كان هذا الرد الإسرائيلي على إيران محدودا أو رمزيا أو حتى مؤثرا ومفاقما لمشكلة أكبر، سؤالي لك حول الخلاف مع نتنياهو، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران؟ نتنياهو يريد ردا على إيران يكون واحدا من أمرين، إما يأتي برد إيراني يشعل المنطقة ويجعل الأمريكيين ملزمين بأن يردوا دفاعا عن إسرائيل، وهذا ما يتمناه نتنياهو، هذا طموحه الأساسي، ولكن إذا رفض الولايات المتحدة لهذا الأمر في هذه المرحلة، الجيش يميل أكثر في إسرائيل، يميل أكثر إلى الموقف الأمريكي، ويحاول أن تكون تلك الضربات مثل ما تطلب الولايات المتحدة، ضربات موجعة ربما أيضا استراتيجية، لكن ليس من ذلك النوع الذي يستوجب ردا إيرانيا، ومن الممكن أن تبتلعه إيران مثل ما فعلت في الماضي. على هذا الصراع قائم، وهو صراع داخلي عمليا في إسرائيل أصبح وانفجر إلى الولايات المتحدة عندما قرر الأمريكيون أن يتحدثوا عنه علنا، لكن الأمريكيين معروف أنهم يتخذون مواقف سلبية جدا من نتنياهو، يشعرون أنه خدعهم وجرهم إلى معركة تلو المعركة، وأنهم أخطأوا عندما أعطوه كل هذا الدعم من البداية، لأنه فهم هذا الدعم ضوء أخضر ليفعل كل ما يشاء، وبات يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة نتيجة لهذا الانجراف الذي يقوم به نتنياهو. نعم. طيب بما أنك تطرقت إلى الداخل الإسرائيلي، أريد أن أسألك على عجالة عن موقف الداخل الإسرائيلي عن حالة هذه السوء التي طبعت هنا
علاقة نتنياهو مع بايدن أيضا في ظل ما يحيط بإسرائيل من جبهات متعددة مفتوحة؟ أولا يعني نأخذ الجمهور الإسرائيلي، الجمهور الإسرائيلي يعني يريد صفقة مع تنهي الحرب في غزة لكي يخرج الأسرى، لكن فيما يتعلق في الشمال وفي إيران نجح نتنياهو أن يعبئ الجمهور الإسرائيلي لصالحه في هذا الأمر. ساعده في ذلك الصواريخ التي تطلق بكميات كبيرة على إسرائيل من الشمال، هذه الصواريخ يعني لا تحدث ضررا كبيرا، لأول مرة تقتل بشرا اليوم في منطقة خليج حيفا، ولكنها تؤذي تخيف الجمهور، يتراكض من ملجأ إلى ملجأ، ما بين البيت والملجأ باستمرار، أو داخل البيت يوجد أيضا غرف آمنة ويتراكضون لها بالهلع وبخوف. وأنا أعيش هذا الجو، أشعر به مباشرة عندما تأتي صفرات إنذار، وصفرة الإنذار تأتي بكمية كبيرة جدا وبوقت طويل. نعم، هذا يرعب الإسرائيليين وهذا يجعلهم موحدين حول الحكومة. فيما يتعلق في المعارضة، المعارضة في إسرائيل تفتقر لعمود فكري ولموقف وبرنامج بديل عن موقف نتنياهو. من نراهم في كثير من الأحيان يزاودون عليه ويأتون له من اليمين فيطالبون بالمزيد من الحرب، وهذا الأمر طبعا يعني ليس له أساس متين في الشارع، ولذلك يحدث أزمة فقط. شكرا لك من الناصرة عبر سكايب السيد نظير مجلي الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية.